مرة أخرى نتيرو الماستر، مرة أخرى ترجع البوليميك، صارت مملة حكاية شيرين وحسام حبيب. كي مملة علاش نقولوا فيها؟ والله بالجلية بالحق نحيوها. والله يا رفيق وين نحل؟ البارحة حليت الكونديكتور بعثوا لنا سيرين في 60 خبر على شيرين وحسام حمد حسام حبيب. وابك باش نحكيوا عليه. يلا شيرين أنا نحب نسمع الحكاية نتاع شيرين. إيش يهمك فيه؟ يا أخي معد أنت ولا أنيماتير تاع شد بلاستيك وسكت على المرتزق هذا اللي يجي لك. شيرين عبد الوهاب اللي هي ترند في العالم العربي، الأخبار تقول أنه دخلت في غيبوبة بعد 5 أيام من الانهيار العصبي في المستشفى وفق مصادر إعلامية. حسام حبيب في أول رد ليها في برنامج الحكاية مع عمرو أديب كان انكر أنه هو عنفها وأنه هو طامع في فلوسها واللي فما هكا أيدي خفية هي اللي وراء انهيار العصبي اللي صار مع شيرين عبد الوهاب. خلينا نسمعه. عندها لسان حضرتك في يوم من الايام تسالها السؤال ده وهي وانا متوسم في شيرين ان شاء الله ان هي هتقول الحقيقه المره دي، هتقول الحقيقه. مين اللي ليه مصلحه يوصف شيرين كده يا استاذ عمرو؟ هي استاذ عمرو شيرين لو حصل لها حاجه لا قدر الله، لا قدر الله انا هورثها مثلا دلوقتي، انا مش جوزها ماليش صفر. لو شيرين مشيت في السكه دي انا لو انا راجل ببص لفلوسها يبقى نصحت ان هي تشتغل اكتر على فكره، وانها تفضل على ذمتك رسمي اكتر فانا اخد فلوس اكتر يعني، فانا اعرف اصرفها اكتر زي ما بيقولوا بقى. لكن انا النهارده هبقى انا بدمر شيرين عشان ما تعملش فلوس على... لا انا رايي بقى ان اللي بيدمر شيرين هو اللي عايز يحجر عليها، اللي اتقال لي الكلام ده منه في يوم من الايام. انا معايا توكيل منها وهحجر عليها. مين اللي قال لك انه عايز يحجر عليها؟ فيني بقى من يقول الاسم بس خلاص الناس مفروض تفهم. نضال الاحمد اللي هي الصديقه المقربه لشيرين كانت كذبت حسام حبيب. خلينا نسمعوا التسجيل. انا مبين اني مرتبكه لاني غضباني، عندي معلومات وتسجيلات تكذب طليق الست شيرين وتبرز حقائق. توسل من في نفسه ذره خير ان لا يصدق الدجال الذي كان يقتل شيرين بكافه انواع التعنيف والضرب والتوريط لولا تدخل شقيقها. ضربت الأقوال بين صديقة نضال الأحمدية وصديقة شيرين وحسام حبيب. أنا توا متأكدة اللي المستمعين اللي يسمعوا فيا توا الأخبار هذا ما يهمهمش، ومرتضى منصور ما احنا نعمل عليهم بالعين. مرتضى منصور الكلام اللي يقول فيه توا باش تسمعوا يمثل المستمعين بتاعنا. لميس يا حبيبتي شيرين أصلي شعري ابن الكلب وضربني حسام عورني في وشي. شكرا اركن. الناحية الثانية عمرو أديب، أخبارك يا شيرين؟ بحبه، أنا بحبه، بحبه مش قادر استغنى عنه. هو في يا جماعه هي قضيه مصر بقت شيرين وحسام؟ هي قضيتنا بقت ده وده؟ الاخ عمرو والاخت لميس هنا ابن كلب انا موزه يعني وحلق لي شعري وعورني ورماني البلكونه. طبعا عند عمرو بحبه، عمرو بحبه مش قادره. احنا مالنا ما يتحرق هما الاثنين. هذا اللي مرتضى منصور يتدخل مره اخرى على تاريخته. ما يتحرقوا هما الاثنين، لطف عليهم تعبير مجازي بيان سور، ولكن باش يقول ولكن باش يقول يزي معناها سيبو. وفي المسلسل نرجع لكلامك، ان شاء الله ما يجيش نهار ونسمعوا شيرين قامت عملت حاجه في روحها معناها ولا انتحرت، لانه يبدو انها نفسيا صارت هشه. تعليق شكون يحب يعلق من تعديل؟ انت ملمه بالموضوع اكثر. حلمي بكر خرج باغ اكزومبل قال انه شيرين عبد الوهاب كانت تتعاطى المخدرات حتى قبل ما تتزوج بحسين حبيب. انا الحقيقه الحكايه هذه الكل كيما البارودي مليت منها، متعاطفة مع شيرين عبد الوهاب على خاطرها تقعد فنانة وتقعد مرأة ويقعد من أحلى صوت من أحلى الأصوات في العالم العربي، ولكن هذه ضريبة الفنان اللي يدخل حياته الشخصية للإعلام. الناس كل تدخل من إعلاميين من صحفيين من ناس، يعني حياتك الشخصية حاول كيفاش تسكر عليها وما تخليش من هبة ودب يتدخل فيها. أنا عجبني الستاتيو بتاع شكون مغنية ولا ممثلة معروفة قالت كلنا عنا في حياتنا حسام حبيب. بذي لو سلمنا انه الفيرسيون تاع شيرين صحيحه 100%، حتى لو كان يتعدى بيك عبد جون سيبا في وقت ما عندك فيكو، عندك باك جراوند، عندك فلوس، عندك شهره، عندك عائله، يخليوك الكل تنجم هكا تتقوى لروحك وتتجاوز، ما تنجمش تكون بالهشاشه هذيا. زيدون تعلق. لا رفيق ما نعلقش على المواضيع هذيا الهابطه، ارتقي وارتقي. فما مشاكل اكبر في تونس واعمق رفيق. شنو كنا نجمو نختاروا كموضوع توا؟ نجم تحكي على البي بي، نجم تحكي على البي ان بي. ما الفرق بين البي بي والبي ان بي؟ اه انا باش نحكيو عليه الساعه الثانيه. لا لا شنو الفرق؟ خلي لي 5 دقائق 3 دقائق. بي بي وبي ان بي، وحده نتاع البلاد وواحده نتاع العالم، فهمتني؟ كذا بربي يا رفيق راني ما عادش نحب نحضر راهو. عليه؟ راهو انا برشا توا عباد يقولوا لي علاش غايب في الحوار وكذا، راني باش نستقيل بربي عليه. احكي
نحكيو في مواضيع ما اكبر رفيق. فما عباد اليوم تطلب فينا على التاكسيات والكرام، ما فماش كيما قال حاج انت تحكي لي على شيرين. اسمع يا سيدي لا يزيد شرب كل ويكاند شكلين ولا يزيد كيفاش هو مال ويكاند كامل مع التوفيق مشي صحيح. بدل مازال عندنا اخبار سندريلا فما سيت نتاع طليق مثلا نحكيو عليه بعد شويه.